خلينا بالبداية نتكلم عن أجندة هذه المحاضرة، عن محتويات هذه المحاضرة. فبالقسم الأول بدنا نتكلم عن Digital Marketing Goals، عن أهداف التسويق الرقمي. يعني إذا رحت أنت اشتغلت لمؤسسة، أما اشتغلت فريلانس، إذا هو مش عارفان التسويق الرقمي كيف بيخدمه، كيف بيخدم له أهداف منظمته، أهداف مؤسسته، أهداف الجمعية التي لا تبتغي الربح، هون بتروح بتحاول ترسم له مجموعة من الأهداف، تبين له أنه التسويق الرقمي بالنهاية بده يخدم الأهداف الكبرى للمؤسسة، بده يخدم توسع المؤسسة، بده يخدم زيادة المبيعات في المؤسسة، بده يخدم أنه البراند تاعتها المؤسسة، صورة هذه المؤسسة، العلامة التجارية تصير مسموعة أكثر ومرئية أكثر، وبالتالي الزبائن بصيروا يوصلوا لها بطريقة أسهل. فالقسم الأول نتكلم عن Digital Marketing Goals and Objectives. القسم الثاني وهو قسم مهم أيضا، لأنه أنت بدك تروح تعمل عملية تسويق للزبائن. إذا ما فهمت الزبائن وما فهمت حاجات الزبائن وما فهمت وجع الزبائن وما فهمت معاناة الزبائن، مش لح تروح تقدر تعمل رسالة ومنتج وخدمة وطريقة تسويق تروح تجذب هؤلاء الزبائن لحتى يتعرفوا على المنتج أو الخدمة تعولك، وبالتالي بعدين يروح يشتروا منك ويتابعوا العلاقة معك. فالقسم الثاني بنشوف الباير بيرسونا، بنشوف خلينا نقول الكاستمر جورني ماب وغيره من الأمور اللي بتساعدك على فهم يعني حاجات وتطلعات أولئك الزبائن اللي عندك اياهم. بالقسم الثالث وهو القسم يعني خلينا نقول الأكبر والأهم، لهون عم نحكي عن أدوات الديجيتال ماركتينج، عن وسائل وتقنيات واستراتيجيات الديجيتال ماركتينج، بنحكي عن الانباوند ماركتينج. الانباوند ماركتينج يعني هون شو بنعني فيها؟ بنعني فيها انه افترضنا زبون عم بدور، عنده مثلا حاجة لمنتج بريحه بمكان، اما افترضنا عنده ألم، عنده معاناة، عنده بده يتعلم مثلا امور صحيه، بده يتعلم لايف ستايل، عم بيروح افترضنا عم يقرا مقالات على الانترنت. هذه المقاله بنقول له نحن محتوى الكونتنت ماركتينج وغيره من الامور، بتخليه يجي هذا الزبون لعندك على موقعك، بتربط المعرفه والعلم والنصائح والمحتوى المفيد بالخدمات والمنتجات اللي بتلبي هذه الحاجيات. فالانباوند ماركتينج بنحكي عن الكونتنت ماركتينج، وبنحكي عن السوشيال ميديا ماركتينج، بنحكي عن مجموعه من الامور. كمان البريد الالكتروني الايميل ماركتينج، بعده البريد في ناس عم تستخدمه. ماذا نعني بالتسويق عبر البريد الالكتروني؟ بنحكي عن ثلاثه انواع من البريد الالكتروني، كيف بدي اتعامل معهم؟ ثلاثه مجموعات من البريد الالكتروني. طبعا بعد ما كنت تكلمت عن السوشيال ميديا، بعد ما كنت تكلمت عن السيرش انجن اوبتمايزيشن، بعد ما كنت تكلمت عن الكونتنت ماركتينج، التسويق بالمحتوى وغيره من الامور. فهذا القسم الثالث. بالقسم الرابع بدنا نحكي عن الدايركت ريسبونس ماركتينج، عن الديسبلاي ادفيرتايزنج، عن الافيليت ماركتينج. ديسبلاي ادفيرتايزنج يعني بروح انا على جوجل ادز مانجر، بعمل كامبين حمله اعلاميه، وبعمل حمله اعلانيه، وبصمم مثلا بوستر اما رساله معينه، وبدفع لجوجل ادز اما لفيسبوك ادز اما لانستغرام ادز، وبخليني يعني هذا منه اورجانيك ماركتينج، منه تسويق يعني طبيعي. هون عم بدفع ثمن التسويق. شو هي الادوات اللي بتساعدني لاعمل دايركت ادفيرتايزنج، ديسبلاي ادفيرتايزنج، افيليت ماركتينج وغيره من الامور؟ هون القسم الرابع نتحدث طبعا عن مجموعه من الادوات والبرامج. هون بدنا نحكي لما اشتغل بجوجل ادز مانجر، كان من زمان جوجل ادوردز، كان جوجل ادسنس، جمعوهم بجوجل ادز مانجر. فيسبوك نفس الامر، في عندهم منصه للاعلانات والتسويق، كيف بدك تعلم عليها؟
كيف بدك تروح تشتغل حملة إعلانية لزبونك إذا كنت فريلانس، أما لمؤسستك إذا كنت موظف من ضمن هذه الحملات الإعلانية. فلحد هون بالأقسام الأربعة، بالفصول الأربعة على المحاضرة، بكون فهمت شو بيعني بالتسويق الرقمي، بكون فهمت شو الفرق بين الانباوند ماركتينج وبين الدايركت ريسبونس ماركتينج، بكون فهمت الفرق بين الكونتنت ماركتينج التسويق بالمحتوى والسيرش انجن اوبتمايزيشن وغيرهم من الامور، بتعلم على بعض الادوات، بفهم العديد من المصطلحات اللي بنستخدمها بالاعلان الرقمي، بصور عندي فكره كيف تعمل تلك المنصات الاعلانيه. شو بيبقى هلا؟ بيبقى بالقسم الخامس انك تروح تحضر خطه تسويق رقمي وتطرحها على مؤسستك، تطرحها على شركتك وتقول له انك سوف تعمل من ضمن هذه الخطه، لانه الزبون اليوم يمكن يفكر حاله عم يدفع مصاري على شيء فاضي، يمكن ما يكون في عنده كي بيرفورمانس انديكيتر، يمكن مش عاطيه ماتريكس انت كيف عم يتطور موضوع صورته اونلاين. فهون هدفك ومهمتك انه تعمل له خطه اكشن بلان، مش اهداف يعني خليني اقول كبرى اوبجكتيفز وهيك شغلات. هون عم نعمل كونكريت اكشن، يعني عم نعمل اعمال وتكتيكات عمليه، وعم بربطها بالزمن، عم حط له رود ماب، عم اقول له مثلا بالشهر الاول بدي اعمل 3 اعلانات على فيسبوك، بدي اعمل 2 بوسترز، بدي اعمل 2 انفوجرافيكس، بدي اعمل 1 فيديو كليب، بدي احط على الانستغرام 3 بوستات، بدي اكتب 2 ارتكلز وغيره من الامور. هون كمان فيك تحط بخطة العمل التنفيذية الاكشن بلان، عم بحكي عن اكشن بلان، فيك تحط خلينا نقول كالندر رزنامة وانواع المحتوى اللي بدك تعملها. طبعا بيكون في تمبلت ممكن تستفيد منها. فتنتقل من موضوع انك تفهم التسويق الرقمي لموضوع انك تروح تبيع خدماتك بالتسويق الرقمي، وهذا هو الهدف. فهذه هي الدورة وعناوينها الرئيسية. إن شاء الله بتمنى بده يكون في مصطلحات بالإنجليش لحتى تتعلم المصطلحات الإنجليزية كمان، مش بس تفهم الكونسبت، وبده يكون في أدوات تجريبية. نتكل على الله إن شاء الله وبنكفي بالدورة.